النهاردة المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال إن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتؤكد على أهمية الكشف عن حقيقة ما حدث في إطار تحقيق شفاف، مع التشديد على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جزافا. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر تحذر من محاولة استغلال القضية سياسيا إزاء المملكة العربية السعودية بناء على اتهامات مرسلة، وتؤكد مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث.